يلا يلا والله الذي لا رب سواه كان قطع قرشين قطع ونشوف راكين المد اه كيبان لي خلي انايا. مات وسطها خلي الله يبارك. لا والو شوف اه غارقه بواحد الشيء غارقه من انا الوسط. وخا اذا نقطع صاحب هذا الشيء هذا نقطعه ماشي ايه مشكل هيدا السي جاوب تقطع بايدي لا حول ولا قوه الا بالله. اه هيدا نقطع هاي ان شاء الله وهي واللي نجي نقطعك انت ان شاء الله. اييه هم هم الدراري عمر سول هالدراري سول هالدراري وشوف وما يبقى لا خبز لا والو اكون مأكد انا نوريك. ايوا هذا هو تاع الطارس كنظن انايا هو قلت ماشي هو تاع الطارس ما كيبان لي هنايا القضية مشحرة. وانا غاد وانت عاد تغرق دابا وعاد غبا كامل عسير اش كتقول لي يا صاحبي وعاد غبال تا الحوايج يا صاحبي الله يهديك وانا كنهضر معاك يا صاحبي انت ما كتسمعش الهضره وكتبان الكحوله وما يبقى ولا حوايج لا خبز عا تعالى والله الا عا تعالى ورا غيمشي لك كلشي انا كنهضر معاك وراه غيمشي لك كلشي براسك اخاي يلا انت قال لك خصو يمشي يلا سير الله انا واش قاطع انت قاطع واش ندير اش ندير انا يلا دمار رحمك هذا حريره مع هذا والله الا حريره معاه وهذه مقطع الحوايج وكلشي وفي الحقيقه لا قطع لا جا قطع لي عصاك نقدر نتبعو بالعوم ماشي مشكل احمق مره وهذا انا اللي شد التليفون ها قامت جا نقول لكم اشور شويه انا اللي شد التليفون انا اللي كنقرا الميساجات اسمحوا لنا عطاني التليفون نصوره غادي قاطع قبل ما تكتبوا لي والو الله يرحم الوالدين حتى يجي يشبر التليفون هو ودبروا راسكم معاه الله يرحم الوالدين ما عرف لا لوبيا لا عدس انايا اسمح لينا حصلنا في الواد هنا حصلنا هنا في الواد تبارك الله غادي قطع ولكن ايدي هاي بعد هاي بعد لا ولا خبر هاي بزاف ما كنظنش غادي يقدر يدي لا حوايج لا هو انظنش غيقطع لان ما كانش خصو يقطع من تما اولا كان خصو يقطع من ديك الجهه من هي وقطع من هنا غلط باش كيزيد يديه في هاد الجهه تقطع لا باش كيما كحلها وصافي وكحلها كحلها والله تا كحلها عرفت ولا دابا المشكل كان خصو يقطع من هي من ديك البلاصه من هي ها كاينه المسافه قصيره دابا هو يا مشى لهاد البلاصه عرفتي فين يديه دابا مع الماء كيجري كيخرج راه مشى غيجرو حتى ليها يقطع يخرج حتى ليها لا داه بعد بيه بزاف حريره وصافي والله العظيم انا ما فكرتش انا قالها لي واحد السيد صاحبي البارح خاي فيصل بن شامه قال لي حاولوا يعني تقطعوا من جهه البحر هكا باش يخرجكم دغيا قال لي ما تقربوش جهه القنطره راه غيديكم فعلا كلامه صحيح لا لا عمر حصار ما بقاش يلقى لا قد لا والو وقيله انا ما عندي ما ندير له انا عيس ما نقول له الاخوان ما يمشيشي ولكن هو غامر اش ندير له هو غامر هو كما قلتي يا الاخ هو عزيز عليه المغامره اش ندير له انا عيس ما نهضر معاه وريه لا ما سيرو خليه ايوا ما شاء الله صافي ربي يحفظه الله الا بقى حاصل تمايا دابا هو كيقول خصو يحافظ على الباتريات وعلى التليفونات ما يفزقوش والله ما خلى لا باتريات لا التليفونات حتى الخبز مشى لينا الخبز دايرو تم لا راه باقي ما غرقش يا اخي ما غرقش باقي حاصل تما لداخل ايوا لا حول ولا قوه الا بالله ابريش عامر الدنيا هنا مسكين لا كيعوم اللهم بارك راه قريب يخرج غير هو بحال جرو الماء كانش خصو يخرج يقطع من هنايا جرو الماء
ولكن مغامر. اللهم بارك. انا كنظن ما غاديش نتبعو، انا غادي نمشي للقنطره وعاد غادي ندوز ان شاء الله، ندوز من فوق القنطره خسر والو، انا غادي تبارك الله عليكم. انا كنضيع الوقت دابا جالس كنتسنى، انا نشط الطريق ديال القنطره وغادي ندوز بحالي من الفوق. تبارك الله عليكم.